سلام ونعمة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة حلقتنا التالتة من كتاب زوج حسب قلب الله اللي احنا كنا بدأنا فيه الحلقتين اللي فاتوا. هنعمل حاجة النهاردة في اخر الفيديو، يعني تلم الدنيا شوية عشان لو الافكار مش واضحة او متلخبطة، ان يبقى في حاجة زي تلخيص مكتوب ومسموع في الاخر خالص كده يلم لنا الحلقة كانت النقط الرئيسية فيها ايه، بحيث اللي تشتت في نص الفيديو يفهم الدنيا ماشية ازاي في الاخر. يلا نبدأ. الفصل التاسع بيتكلم عن الزوج كقائد، سلطانه، حدوده ايه، وهنا في تناقض او في مشكله. المجتمع بيقول لي ان الزوج يقود الست بشكل معين، المجتمع متعرف عليه، قد يكون في خلفيات حضاريه او ثقافيه تانية معايا في نفس المجتمع بتقول لي المفروض اتحرك في سلطاني على زوجتي ازاي، بينما انا كمؤمن مسيحي ينبغي ان انا اعمل السلطان ده او امارس السلطان ده على زوجتي بالمفهوم الكتابي اللي ربنا قال لي عليه في الكتاب المقدس. بيتكلم هنا عمل جدول بين الزوج الطبيعي والزوج الروحي، بيقول لك انت حط نفسك انت في الجدول ده، شوف انت فين من الزوج ده. هل انت زوج طبيعي ماشي بمقاييس العالم ولا زوج روحي ماشي بمقاييس الكتاب؟ يعني مثلا اعملي كذا. يعني ايه اعملي كذا؟ المفروض نتناقش، المفروض تقنعني. لا مش هقنعك، انا السيد في البيت، انا راجل البيت، انا اللي ليا السلطان، انا كلامي يتسمع. ايه يعني انا ماليش لازمه؟ يعني انا طيشه؟ يعني انت لغيني؟ انا السيد، هو ربنا قال كده، لرجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. احنا ممكن نلاقي نفسنا كمان بنستخدم استخدام غلط للايات لمجرد ان احنا نمارس سلطاننا بشكل غلط. بيتكلم كمان ان السلطان ده المفروض ان هو يكون ليه ضوابط. يعني مثلا ما فيش في الكتاب المقدس اي ايه هتديك السلطان انك تمارس الايذاء الجسدي على مراتك تحت اي ظرف من الظروف مهما كان الموقف. ما فيش حاجه اسمها ان من حقك تضربها عشان هي غلطت، ما فيش حاجه اسمها كده. بيعمل مقارنه ما بين القائد والراعي. انت كقائد ازاي تبقى راعي، وكراعي ازاي تبقى قائد، الاثنين متناقضين مع بعض، لان جرت العاده ان القائد بيشخط وينطر ويتحكم، وجرت العاده ان الراعي ده بيبقى خنوع وغلبان وضعيف. فعشان تعمل الميكس ده بين الاثنين دي مشكله. انا كده هبقى ايه بقى ان شاء الله، زوج متناقض؟ لا، هتبقى المسيح زي ما هو بيعامل الكنيسه، حنين عليها جدا وبيخاف عليها جدا وبيطبطب عليها، وفي نفس الوقت بيؤدبها ويقومها ويقرص لها ودنها عشان تبقى افضل وافضل، يمحصها كالذهب ان هي تتنقى سبع اضعاف، وده ما فيهوش كراهيه. بيوضح كمان ان التاديب ينبغي ان هو يكون بالخضوع لله. يعني انا لما هاجي امارس سلطان التاديب، لو مراتي عملت حاجه غلط وتستحق ان انا اوضح لها ان ده غلط، وان انا اوضح لها ان ده مرفوض ومش مقبول تماما، ده لازم يتعمل بالمحبه والخضوع لله. لو انت مش خاضع لله ولو انت مش بتحب مراتك، تاكد ان الموضوع هيفلت منك وهيخش في سكه قهر، هتلاقي نفسك مش عارف تحتوي. بينما انت لو خاضع لله وبتمارس التاديب على زوجتك بمحبه، صدقني هي هتقبله، وساعتها الروح القدس اللي في كلامك هيدخل جوه قلبها وهيخليها مش بتقاومك ومش بتعاندك وهتستجيب لي. الفصل العاشر. الفصل العاشر بيتكلم عن التعامل الحكيم مع الزوجه غير المؤمنه. طب واحنا مالنا؟ احنا في مجتمع شرقي، الزوج المؤمن بيتجوز زوجه مؤمنه والدنيا تمام. لازمته ايه تكلمني عن الزوجه غير مؤمنه؟ هقول لك اللي انا اخترت الفصل ده ان احنا نتكلم عليه ونعمل عليه جزء من الفيديو. كلام في سركم كرجاله وكستات. ساعات كتير بنبقى مؤمنين بالاسم، يعني مؤمن انا بروح الكنيسه يوم الاحد او يوم الجمعه، احضر قداس او احضر اجتماع وارجع واقابل اخواتي ونتناقش، ممكن نفتح كتاب مقدس مره كل فين وفين، بس فعليا انا ماليش مخدع في البيت، مفيش علاقه حيه بيني وبين ربنا، فببقى مؤمن بالاسم لكن فعليا انا مش مؤمن في مخدعي. فهنا بما ان الكتاب متوجه للزوج فالكلام متوجه للزوج، الكتاب نفسه متوجه للزوج، فبنفترض ان الزوجه هي اللي مش مؤمنه. مش معنى كده ان دايما الزوج هو اللي مؤمن، لا، بس بفترض السيناريو بتاع لو الزوج هو اللي مؤمن والزوجه هي اللي بعيده، الحل ايه؟ نقرب بقى كده كرجاله ونركز عشان الحته اللي جايه مهمه. لما تلاقي الزوجه مفضيه دماغها خالص الموضوع الناحيه الروحيه ومش فارقه معاها ومش عايزاها، رجاء محبه، وده على اساس الكتاب اللي الراجل كاتبه ستورت سكوت نفسه، ما توعظهاش. النوع ده ما بيتوعظش، الوعظ مش هيجيب نتيجه. في على النت وفي في الكنايس وعاظ اشطر منك بكتير جدا، لو كان الوعظ هيفرق معاها كان فرق معاها من ناس اشطر منك. الموضوع ابسط من كده. دي يتعاش قدامها الايمان، طبق اللي انت بتوعظ بيه، لو طبقته هي هتصدقك، لو عشت انجيلك هي هتصدقك وهتشرب الايمان ده منك. انما تقعد توعظ وتهاتل الصبح هي مش هتقبله، هي هتحس ان انت مزيف بتقول حاجه وبتعمل عكسها. الزوجه المؤمنه او المقصره في حياتها الايمانيه لا توعظ، وانما يعاش الايمان امامها. فصل ال11. الفصل ال11 بيتكلم على الجنس في الزواج. ايه هو الجنس؟ نظرتنا ليه ايه؟ هو المفروض يبقى ازاي؟ بيتكلم ان الجنس ده مخلوق من قبل الله، اذا فهو استحاله يكون نجس او شرير، هو طاهر ومقدس.
بيتكلم كمان ان بما ان العالم اتوضع في الشرير وبما ان العالم سقط، فكان لازم كل حاجات خاصه بالله او كل الحاجات الحلوه اللي الله عملها ان الشيطان والعالم يشوهوها، فتم تشويهه وتحويله لمجرد شهوات ولمجرد حاجات وحشه. فاصبحنا كمجتمعات شرقيه متحفظه، حتى احنا لما بنيجي نقترب من منطقه الكلام عن الجنس في الزواج دي، لا يا راجل خلي في حياء، ما تتكلمش في الحاجات دي، حتى لو اللي كان بيتكلم ده بيمارس كل ضوابط الاحترام في كلامه وبيختار الفاظ روحيه كويسه وايات كتابيه كمان. احنا اصبحنا بنهرب من النقطه دي، مع العلم ان النقطه دي قد تسبب في نجاح الزواج وسعاده الزوجين او فشله لاسباب تانية كتير هنتكلم فيها. بس مثلا نظرتي لشريك حياتي، رغبتي في اشباعه وقدرته على اشباعي، هل انا هدفي كله ان انا اشبع منه كانه اداه لاشباعي، ولا هدفي ان انا اديله طاقه حب وبذل فهو يحس بالسعاده وانا احس بالسعاده والبيت ينجح، وندي الموضوع الاطار الروحي اللي ربنا خلقه فيه. بيتكلم ان احنا في مجتمعات كتير، سواء مجتمعات شرقيه او مجتمعات غربيه، وهو طبعا عنده في المجتمع الغربي بتاعه الفكره دي اكتر، مفهوم الخبرات للزوج اللي قبل الزواج اللي تديله خبره، اللي هو يعني لما بيعمل ده قبل الزواج انه كده بيبقى خبير. الكلام ده كلام فارغ، الخبرات دي بتشوهه وبتخليه بعد كده شكاك وما بتنفعوش خالص في علاقته الزوجيه، وكل اللي جربوا العلاقات دي اجمعوا في الاخر على ان ما كانش ليها اي لازمه. وبنسبه كبيره الناس اللي ما جربتش العلاقات الجنسيه قبل الزواج عاشوا حياه زوجيه جنسيه هنيئه اكتر من الناس اللي بتدعي ان هي اصحاب خبره. بيوضح الكاتب حاجه في اسباب الجنس من وجهه نظره، هو افترض سببين وحط السبب الثالث في الخانه الثالثه. انا بالنسبه لي الثلاثه يعني الثلاث اسباب مهمين، بس هستعرض لكم الاسباب. اول حاجه الاتحاد، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، عملنا على حسب صورته وشبهه، فبرضه عامل حاجه زي اتحاد اقنومي يبقى بيني وبين شريكه حياتي بالاختلاط او امتزاج زي ما قلنا في الفيديوهات قبل كده، وان ده مقصود بيه كمان البعد الجسدي والبعد الروحي وكل الابعاد، فالجنس هنا بيعمل النوع ده من الاتحاد. الحاجه الثانيه ان ما يبقاش هدفي اشباع رغبتي بس، لا اشباع الاخر، انت هدفك اسعاد شريك حياتك، لما يبقى هدف كل واحد فينا يسعد الاخر انا هدفي اسعدها وهي هدفها تسعدني، دايره الانانيه هتخرج من حياتها. زي بالظبط الناس اللي في الجيش اللي واقفه بتحارب في كتف بعض، لو كل واحد هدفه يحمي نفسه الاثنين هيخسروا، انما لو كل واحد هدفه يحمي الجندي اللي جنبه ساعتها ممكن نكسب، او ساعتها اكيد هنكسب. الحاجه الثالثه اللي هو بيتكلم فيها فكره التناسل، ان ربنا سمح ان احنا نكون شركاء في عمليه الخلق الخليقه، ان احنا يخلي في فعل صغير ليا انا ومراتي لما نعمله يتسبب في وجود انسان جديد في الحياه، والانسان ده يقعد يكبر قدام عينينا فيحسسنا ان احنا فعلا على صورته، ان احنا بنساهم معاه في عمليه الخلق. بيتكلم في حته انك ينبغي ان انت تدرس الحاجات اللي بتسعد زوجتك وتبتعد عن الحاجات اللي بتضايق زوجتك. مفيش حاجه اسمها خجل بين زوجين، ومفيش حاجه اسمها مساحات مظلمه، المفروض نتكلم بشفافيه وتسالها ايه اللي بيضايقها وايه اللي بيساعدها، وتركز على اللي بيساعدها وتبتعد عن الحاجات اللي بتضايقها. ليس للرجل تسلط على جسده بل للمراه، وليس للمراه تسلط على جسدها بل للرجل. احنا بقينا جسد واحد، جسدي ده بتاعها وجسدها ده بتاعي، والايه كانت واضحه لا يسلب احدكم الاخر في الموضوع ده، محدش يسلب التاني حقه في الموضوع ده، فينبغي ان هو يكون على موافقه وباحترام واحترام لشريك الحياه. في فرق بين الزوج والزوجة، في فرق بين الرجل والمرأة في كيفية الإسعاد بالحاجات اللي بتحرك شريك حياتي وتسعده وتخليه يتفاعل معايا غيري، مش شرط اللي بيحرك مشاعري أنا هو اللي يحرك مشاعر شريك حياتي. ينبغي إن أنا أدرس في الموضوع ده، الموضوع ده عميق جدا ومهم جدا، وفي دراسات كتابية عليه محترمة جدا، وفي برامج محترمة جدا بتشرحه، مش موضوعه هو الكتاب ده، بس الموضوع ده لما بنغفله ولما بنتناوله من نظرة المجتمع اللي حوالينا لا اراديا جوه البيت المسيحي، ممكن تتسلل فكره ان مراتي يا عم ما موجوده يا عم، ونبدا نتكلم عنها بنفس الطريقه اللي العالم بيتكلم بيها عن شريك حياته، وينزل الموضوع من حته اتحاد ربنا خلقه ومقدسه ومطهره لحاجه كاني بتكلم على واحده، كاني بتكلم على واحده من الشارع، مش على انها شريكه حياتي، مش على انها ملتصقه ومتحده بيا كجسد واحد على حسب قلب الله. انتهت حلقتنا النهارده، الحلقه الثالثه، يا رب تكون نكون كلنا استفدنا منها. اشوفكم على خير، سلام.